118 يعني قبل 101 سنة، لكن التشكيل الفعلي والتأسيس الفعلي والإشهار ظهر في عام 1921. كرة أمام المرمى، الله! القرش المسيوفي، القرش المغربي أنه لا يخشى الترجي ولا ملعب رادس ولا جمهور الترجي، ويتقدم بأول أهداف المباراة، هدف لمصلحة المغاربة الذين أشرقوا بنتيجتهم الآن. أولمبيك أسفي يعلن عن التقدم، والترجي يعلن عن أسفه على تقدم أسفي. القرش المسيوفي بأول أهداف المباراة، أيضا فعلها الفريق الذي يقترب من المئوية، وهنا الجمهور يعلن عن المباغتة. ولكن ماذا يفعل جمهور الترجي الآن؟ لم أشاهد هذا المنظر من قبل، من كثر ما ذاكروا ودرسوا. الكرة ملعوبة للترجي داخل منطقة الجزاء، سلام! عاد الترجي بالقوة، بالإصرار والعزيمة، برغبة الترجي الرياضي، ترجي الدولة قالوا الناس. بكري يعود الترجي للمباراة بإصرار عجيب، بإصرار قوي، بإصراره التاريخي. هكذا الترجي على مر السنوات، هكذا الترجي لا يفقد الرجاء، هكذا الترجي لا يعرف الياس، هكذا الترجي منذ تأسيسه تأسس على الإناد، على العناد، على الإصرار، على الرغبة، على الإنجاز. المكشخين يتكشخون الحين، مكشخ مكشخ مكشخ. المرابط يتقدم، بيلعبها في المرمى، في المرمى يسجل المرابط لمصلحة فريق أولمبيك. أنيس تقدم ولعبها في المرمى، لاعبي الخبرة أفادوا. فكلات الترجيح وسنتذكرها. صبار بيلعبها في المرمى، يسجل، يسجل. لو تلاحظون هذا اللاعب يريد أن يصنع الفارق المعنوي من قبل لا ينفذ الركلة، وهو يستعرض بالكرة حين كوامي في المرمى. ممتازة، ممتازة، أعادهم معنويا. اثنين الهلالي بيلعب، السلام، سجل، سجل وسط صعوبة بالغة. زكريا الهلالي يسجل، وضعها وذهب رامي الجريدي إلى نفس المكان، سنتيمترات قليلة. كرة ملعوبة، شالها، إعادة تنفيذ الركلة للترجي. تقدم ولعبها، راحت للمرة الثانية لحسين ربيع. حمزة، حمزة في المرمى،
الليبي قد يضع قدما في الدوري القادم. أي ركلة تضيع من الترجي يخرج ركلة ملعوبة. أولمبي كاس في للدوري القادم لكاس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في أم المفاجأة.